احنا كنا ننتظر حسب ما شاع في البداية كونها المحكمة العسكرية قضاء عادل، قضاء مستقل، قضاء بعيد عن التعليمات، قضاء بعيد عن التجاذبات السياسية. إلا من صدور الحكم الوكيل الأول متهم أول حاجة متعوه بضمانات كبيرة لم يتمتع بها أي من وجهت إليه تهمة القتل على غرار أعوان الأمن. كل ما توجه تهمة إلى عون من أعوان الأمن إلا ويقع الزج به وراء القضبان وحرمانه من جرايته وتشريد عائلته. إلا العسكريون لهم ضمانات كثيرة. أولا عندما جدت القضية وتورط فيها الوكيل الأول محمد السبتي بن مبروك بقتل ابن أمين الجرامي الذي كان يؤدي واجبه في نطاق العمل وبزيه المدني داخل المستشفى لحماية المساجين، وقد علمت النيابة العسكرية بذلك ولم تفتح بحثا في الغرض، إلا أنني تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بمزرط الذي بحثت وفتحت بحثا في الغرض وتوصلت إلى القاتل. ونظرا للخصوصية العسكرية للقاتل فإن قاضي التحقيق العدلي تخلى عنها لفاية المحكمة العسكرية، وكنا نأمل كثيرا بأننا سنجد حقوقنا وستضمن حقوقنا مثل بقية المتقاضين والمتهمين. إلا أن العسكريون أظن أنهم لا ينتمون إلى الجمهورية التونسية لأنهم لهم أكثر من حصانة برلمانية حيث يقدمون في حالة صراح رغم الإدانة الواضحة، رغم الإثباتات، رغم البراهين، رغم التقارير الطبية. القضاء العدلي أثبت ذلك وثبتت عليه التهمة، والقضاء العسكري أيدها وبحث فيها واعترف القاتل بالجريمة. إلا أنه القضاء العسكري لم يحرك ساكنا. سألت في البداية الوكيل أو وكيل الجمهورية العسكري إلا أنه قال لي بالحرف الواحد حاكم التحقيق حر، وبقيت على أمل بأن المحكمة ستغير من هذه الإجراءات بحيث ستعطي كل ذي حق حقه. إلا أنه ما رعني أن هذا الوكيل الأول بالجيش الوطني الذي قتل ابني يتمتع بحقوقه كاملة، يتمتع بجارته، أن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد لاحظت من هذا القضاء العسكري أنه قضاء غير عادل، قضاء تعليمات، وكل من يحاول القرب من المؤسسة العسكرية يوجهون له تهمة المس من هيبة هذا السلك. ألا هذا السلك سلك؟ ما هذا؟ هذا السلك ليس سلك وطني كبقية الأسلاك، أو نحن لسنا بمواطنين تونسيين حتى يضيعوا حقوقنا ويتم هذا الحكم بخمس سنوات على أي فصل؟ أحيل على الفصل 205 الذي ينص القانون فيه على كل مرتكب جريمة قتلا عمدا أن يقضي بقية حياته بالسجن. ولكن ما راعني إلا أنهم أطلقوا سراح هذا الوكيل الأول التابع للجيش الوطني. أقول ليس تابع للجيش الوطني، ربما تابع لمؤسسة أمريكية أظن، لأن ما دام يتمتع بحصانة دبلوماسية وليست حصانة سياسية أخرى، هذه حصانة دبلوماسية تاع دبلوماسيين هذه. أي قبل صدور الحكم أخلوا سبيله وحكموا بخمس سنوات سجن. أتساءل على أي فصل؟ أتساءل ألست بمواطن تونسي لحقوق؟ لو تفوهت بكلمة واحدة ضد القضاء العسكري لا بقيت وراء القضبان. أني متمسك بحق ابني إلى الممات، أني متمسك بحق ابني ولو لم تبقى في قطرة دم. كذلك أن بقية الشهداء مثلي يعانون من هذا القضاء، وأنني لم يسمعني أحد. أناشد المنظمات الحقوقية بأن تلتفت إلى والحقوق والمنظمات العالمية بأن تلتفت إلى هذه المهزلة وتنقذ هذا القضاء وتنقذ لتعطي حق الشهداء وحق الجرحى الذي ذهبت أدراجهم أدراج ذهبت أتعابهم وأولادهم وفلذات أكبادهم أدراج الرياح. هل هذا سيبني تونس الغد؟ نعم لا، نعم ومتأكد لا، لأن هنالك حزازيات، هنالك من يعطي تعليمات ويطالبون بالقضاء العادل. أي قضاء عادل؟ قضاء يلغي
صلاحية الوزير ويفوض لمن تحت الوزير كي يعطي التعليمات. كنا نأمل في قضاء مثل ما أعلم ذلك في بداية توليهم الحكم أنه قضاء عادل، وقد عزل العديد من القضاة احتراما للقضاء العادل، ولكن سؤالك وجيه ولم يبق لنا ملجأ إلا المحكمة الدولية حتى تعطي كل ذي حق حقه. ما لاحظته أن المؤسسات الإعلامية تتحذر في الاتصال بعوائل الشهداء ممن الذي تم قتلهم من طرف الجيش، أنهم متخوفون، أقولها بكل صراحة وتحملوا مسؤوليتي في ذلك. ولو كان إعلام لا يخاف لاتصل بي من أول وهلة. مع الإشارة وأكرر وربما أفتح قوسا آخر، أن بحكم تخصصي وبحكم عملي أن ما يقارب 95% هم من قصفهم الجيش، وهم من قتلهم الجيش، هم من جرحهم الجيش. ولكن لجنة تقصي الحقائق إنما هي ليست بلجنة تقصي الحقائق مع كامل احتراماتي للشخصيات، إنما هي لجنة لتغطية الحقائق. لو أعطونا بالتاريخ ما قبل 14 ويوم 14 وما بعد 14، لأن يوم 14 جون في 2011 تولت القيادة الأمنية، القيادة العسكرية هي اللي تولت مهام البلاد، وهي التي تصول وتجول وضربت بالتعليمات عرض الحائط، قتلت من قتلت وجرحت من جرحت. وحذاري، كلما يصوب كل إنسان يلتفت إلى المشرقة العسكرية يحال من أجل المس من هيبة السلك العسكري أو من هيبة المؤسسة العسكرية التي أعتبرها مؤسسة وطنية أعمل فيها أنا كما تعمل فيها أنت كما يعمل فيها زيد أو عمرو.